صباح الخير. صباح الخير أنا دكتورة. نبارك لكم العام الدراسي، الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله يكون عام حافل بالإنجازات كما عودنا الفريق الوزاري المبدع، وبارك الله أيضا بجهودكم الكبيرة اللي بذلتوها حقيقة منذ بداية العام الماضي وما زلتم مستمرين. حقيقة احنا مثل حضراتكم ما عطلنا، فكانت الجهود استثنائية ولكن تكللت بالنجاح. نبارك لكم هذه الجهود ونتمنى المزيد من التقدم لوزارتنا الموقرة وأيضا لأعضاء الفريق الوزاري المبدع ولكافة جامعاتنا العراقية. بدأت الامتحانات للدور الثاني اعتبارا بالنسبة للدراسات العليا يوم 8/9، والدراسات الأولية انطلقت اليوم بواقع عدد طلبة امتحنوا وتوزعوا على الحضوري والإلكتروني. بلغت أعداد الطلبة المشاركين في الامتحانات الحضورية أكثر من 1998 طالب، يعني بحدود 2000 طالب، وعلى القاعات الإلكترونية تقريبا بحدود 295 طالب شاركوا بالامتحانات الإلكترونية وما زالوا يؤدون الامتحانات. وكما تعلمون أنه جامعة التقنية الشمالية موزعة في 3 محافظات، فحاليا المساعد العلمي توجه إلى القاعات لمتابعة الامتحانات حضوريا، وأيضا السيد مدير الدراسات العليا لمتابعة الدراسات العليا. بلغ عدد الطلبة للدراسات العليا المشاركين أكثر من 40 طالب حاليا يؤدون الامتحانات للدور الثاني. حقيقة مع التعليمات الوزارية اللي ملتزمين بها واللي أصبح سياق عمل معتمد في كافة الكليات والمعاهد وأيضا القاعات الدراسية بالنسبة لإجراءات الوقاية، وأيضا حاليا عممنا كتاب الوزارة مؤخرا بالنسبة لإبراز كارت اللقاح وأيضا أو تقرير البي سي آر بيكون بتاريخ حديث لم يمر عليه أكثر من أسبوع، فمتبعين هذا الإجراء حقيقة وإن كان 100% مدى نقدر نطبقه، ولكن نسعى يعني أنه لحث الطلبة على اللقاح، علما أنه تم فتح منفذ للقاح في الكليات ومعاهد الجامعة وأغلب الهيئات التدريسية، ومن الكوادر من المنتسبين والطلبة أخذوا اللقاح، ولكن هناك أيضا عدد لحد الآن لم يتلقحوا لحد هذه اللحظة، ولكن نحن متابعين معهم هذا الموضوع، وأيضا مصرين على أن يكون مع بداية العام الحضوري القادم إن شاء الله، مع بداية السنة الدراسية عند بدء الدوام الرسمي خلال الشهر القادم، أنه أغلب الهيئات التدريسية ونسبة كبيرة من الطلاب قد أكملنا هذا الموضوع إن شاء الله للحفاظ على سلامة الطلبة. حالياً عندنا القاعات موزعة في مواقعنا في نينوى وفركوك والحويجة والدور. نبدأ بقاعة إذا تحبون دكتور أنور نشارك الوحدة من القاعات حتى تطلعون على الإجراءات المتبعة في امتحانات الدور الثاني. أي قاعة جاهزة داخلة معكم ممكن تطلبوا برمشن للدخول. عندنا قاعة الكلية التقنية الزراعية دكتور عمر. أي شكرا. أي نعم دكتور عمر. دكتور عامر يسلم على حضرتك. يا أهلا وسهلا دكتورنا الكبير، كيف الصحة دكتور عامر؟ إن شاء الله بخير. وهو موجود ويانا كان يعني نعم، تحياتي إلى ولجميع الأخوان، لجميع الأخوان نتمنى لكم الموفقية والصحة والعافية. شكرا جزيلا دكتور. شكرا دكتور. أي نعم، معنا حاليا الكلية التقنية الزراعية دكتور عمر. تفضل دكتور. دكتور عمر ممكن تعطينا موقف القاعة، عدد الطلبة حاليا المتواجدين بالقاعة، تستعرض ما موجود حاليا وشنو الإجراءات اللي اتبعتوها أثناء دخول الطلبة للقاعة. تفضل دكتور عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دكتور عمر معاون في كلية التقنية الزراعية. طبعا أول شيء بداية الطلاب يجون يدخلون للقاعة، قبل دخولهم للقاعة يتم عملية أخذ درجات الحرارة وتأكيد على لبس الكمامة والتعقيم بالكحول، ومن ثم الدخول للقاعة طعم فيها شبابيك ونوافذ على مود حتى يعني التهوية الدم. عدد الطلبة الممتحنين حاليا احنا عندنا 6 طلاب دراسات عليا دور ثاني، قسمين، قسم تقنيات إنتاج نباتي وقسم تقنيات إنتاج حيواني. نحن على ضرورة جلب
بي سي ار او كارت اللقاح. نعم. طالب منا مسجل على اللقاح انه بدوره باللقاح. طالبين جايبين مسحات واي جي جي بس الموبايل تشوفون الفحوصات. باقي الطلبه يعني المهم تكون المسحات حديثه يعني تواريخها حديثه لم يمر عليها. مسحات حديثه. نعم. واكدنا على انه ما مطالب اكثر مره باعلانات على مواقع الكليه واتصالات الطلبه من واحد يسحب مطالب وصول الطالب الى الحرم الكليه بدون جيب كارت اللقاح او فحص البي سي ار. نعم. دراسات عليا للطلاب كانت تلاحظوها في تباعد واضح بين الطلبه. نعم. يعني طالع التسعير تقريبا 50 كرسي بس احنا فرضناها الى هذا العدد القليل حتى يكون من امل التباعد. نعم. حافظ على الكبار. دكتور عمر ممكن نلتقي مع احد من الطلاب يعطينا موجز عن الاسئله والوضع الحالي للقاعه؟ نعم. نعم تلاحظون حالة طلاب دراسات في اليوم دراسات أولية عدد قليل يعني مع أحد الطلاب اللي هو دراسات العليا. نعم. جمال تفضل. السلام عليكم ابني جمال. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم. اهلا اهلا ابني جمال، شلون وضع القاعة يومكم؟ ان شاء الله مرتاحين؟ اجواء القاعة حاليا؟ ممكن تنطينا فكرة عن الاسئلة والمادة اللي عندكم بامتحان؟ ست دراسات عليا وماجستير. نعم. طبعا مادة الامتحان فسلجة نبات متقدمة. نعم. دور ثاني. نعم. ايش قد كان سعيك؟ ليش طلعت دور ثاني؟ ست والله صادفت ظروف حقيقة. نعم. يلا نتمنى الموفقية. ان شاء الله. شلون هالنمط اسئلة؟ ان شاء الله هالمرة افضل من الدور الاول. لا جيد وواضح جدا. اي قاعدة اليو اس اي دائما مستلمتها. نعم. ها ممتاز يلا بناخذ من وقتك كثير. نتمنى لك الموفقية. نتمنى لك الموفقية ابني. شكرا جزيلا. دكتور عمر اكو احد من الساكنين بالاقسام الداخليه؟ اكو احد ساكنين اقسام داخليه؟ طلاب اكو اقسام داخليه؟ اكو طلاب اقسام داخليه؟ محمد اي نعم دكتور احمد طالب اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا ابني احمد. الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله. ايش عندك ماده احمد اليوم ابني؟ فسجت نبات. نعم. ساكن اقسام داخليه احمد، شلون الوضع يومك بالاقسام الداخليه؟ ان شاء الله مرتاحين. الاقسام الداخليه يعني مريح جدا الحمد لله. نعم. وبارك الله بجهودكم دكتور عماد. تزودمونا عندك طلاب اقسام داخليه. الحمد لله، احنا يعني هيئنا الاقسام الداخليه قبل بدء الامتحانات ان شاء الله، فالاجواء ان شاء الله تكون ملائمه لكم يعني نوفر البيئه الصحيه ان شاء الله. ان شاء الله ترى ملائمة جدا الحمد لله يعني تختلف جذريا عن ما قبل الاحداث. بارك الله فيكم وموجود بها كل المستلزمات الصحيه الحمد لله والشكر. جزاك الله من اغزو الدوله جزاهم الله خير ما في ما يقصر اتجاه طلاب الاقسام. هذا واجبنا نوفر لكم البيئه ان شاء الله الملائمه لكم، واي شيء تحتاجون احنا موجودين ان شاء الله. نتمنى لكم الموفقيه. بارك الله فيك دكتور. يا هلا بك. عندكم المطر بإيجاز. نعم. عندنا يعني امتحان حضوري فقط بالقسم أربع مراحل حاليا موجودة عندنا عند الامتحان. نعم. القاعة اللي موجود بها يعني قاعة إلكترونية رقم واحد. نعم. بها طلاب المرحلة الأولى الدراسة الصباحية. نعم. مثل ما تشوفين دكتورة أنه يعني حاولنا قدر الإمكان يعني نتبع تعليمات الصحة والسلامة خلال تبع الاجتماع. أعطينا فكرة دكتور منتصر على اعتبارك أيضا رئيس قسم، على اعتبار أيضا رئيس قسم، الإجراءات اللي اتبعتوها بالنسبة لكارت اللقاح وفحص البي سي آر اللي أقرتها الوزارة. حتى حتى واحد يكون صريح جدا، احنا تقريبا عندنا بالقسم بحدود أكثر من 90% من الطلاب يعني جايبين كارت اللقاح، قسم من عندهم أيضا جابوا مسحات البي سي آر، وأنا يعني شخصيا يعني تأكدت من هذا الشيء. مثلا كل طالب بالضبط اللي الهويه مالته موجود عنده كارت اللقاح. نعم. قسم من عندهم موجود يعني على الموبايل ايضا تأكدت من هذا الشيء. نعم. باقي خلينا نقول 10% يا ما كانوا مصابين وجابوا لنا تقارير هذا الشيء يعني مصابين. يعني رجاء دكتور على اعتبارك رئيس قسم ايضا بالاضافه الى حاليا تشرف على الامتحانات،
تأكد على هذا الموضوع، لأنه إحنا مقبلين على المرحلة القادمة تكون حضورية مع بداية العام الدراسي إن شاء الله خلال الشهر المقبل، فيا ريت التأكيد يعني خلال فترة الامتحانات على هذا الموضوع حتى يعتبروه في سياق موحد يعني بالنسبة للجامعة تحديدا، وأيضا لتنفيذ التعليمات الوزارية اللي عممت قبل 1/9 على هذا الموضوع. أكيد دكتور أحمد، تبقى تعليمات الوزارة طبعاً بحذافيرها في هذا الخصوص. نحن أكثر ناس يعني نريد أنه التعليم يرجع إلى وضع طبيعي، التعليم الحضوري، ولهذا يعني أنا شفت شخصياً يعني ما أعتمد على أي شخص، أنه أتأكد أن كل طالب يعني أما عنده بس حد PCR أو عنده كارت اللقاح. نعم دكتور، ممكن نلتقي بطالب يعني حتى لو عن طريق حضرتك انت تتكلم معه ما عندنا مشكله، بس يعطينا اي فكره. نعم السيده رئيس الجامعه، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بنتي. يا مرحله؟ مرحله اولى. شنو الماده اللي عندكم؟ الكترونيك. شلون هي نمط الاسئله؟ ان شاء الله مرتاحين؟ اي الحمد لله كلش سهله. ايش قد كان سعيك بهاي الماده طلعتي بيها دور ثاني؟ 26. ها يلا نتمنى لك الموفقين ان شاء الله، يعني الاسئله ماشيه، الاجواء القاعه ملائمه، ما عندكم مشكله؟ لا الحمد لله كلش. نمط الاسئله يعني شيء متعارف عليه، يعني ان شاء الله كلها من ضمن الماده اللي اخذتوها. يلا شكرا جزيلا بنتي، نتمنى لك الموفقين. شكرا جزيلا. وسهلا دكتور محمد، ممكن تعطينا بإيجاز موقف الامتحانات لطلبة الدراسات العليا والدراسات الأولية في كليتكم؟ دكتورة اليوم عندنا امتحان الدراسات الأولية والعليا، الأولية عندنا مادة الكيمياء للمرحلة الأولى والأحياء البشرية للمرحلة الثانية، عدد الطلاب المرحلة الأولى 12 طالب وعدد طلاب المرحلة الثانية 14 طالب. نعم. بدينا مبلغين المتابعة بالباب صباحا بضرورة إبراز كارت اللقاح. نعم. أثناء الدخول إلى الكلية. نعم. لكن صادفنا بعض الحالات اللي يعني بعض الطلاب اللي عندهم إصابة قريبة جدا خلال آخر أسبوعين. فتنعالج الوضع باستمرار، احنا ننزل اعلانات في موقع الكليه بمنع دخول المنتسبين والطلاب. دكتور يعني هذا مو اجتهاد شخصي، هاي تعليمات وزاريه اعلنت من قبل وعممت ايضا بكتاب رسمي، وطلبنا ايضا اتخاذ الاجراء سواء كان على الهيئات التدريسيه، للغرض من عنده هو المحافظه على الصحه وسلامه الجميع، ونحن خصوصا مقبلين على المرحله القادمه راح تكون حضوريه ان شاء الله بالكامل، وكلنا بدنا نسعى الى عوده الحياه بشكل طبيعي الى جامعاتنا. حضرتك تعرفين احنا عندنا منفذ اللقاح موجود. نعم. اي نعم. منتسبين كلهم تلقحوا من 1/9، طلبنا من عندهم الكارتات كلها. نعم. سواء كانت بالدرعه الثانيه والاولى. نعم. مستمر عمليه التلقين في كليتنا. الطلاب اغلبهم متلقحين وكارتات اللقاح نسخه من عندنا موجوده في الاقسام العلميه، والطلاب جايبين النسخه الاصليه للامتحان. ممتاز. ممكن نتكلم مع احد من الطلبه يعطينا موقف الامتحان، الماده الدراسيه اللي هو دا يمتحن بها، نمط الاسئله، واذا اكو اقسام داخليه ايضا. نعم. نعم دكتور. اهلا ابني محمد، شنو الماده الدراسيه اللي عندك اليوم؟ كيمياء. شلون هالاسئله؟ أجواء القاعة اللي هسه جالس بيها إن شاء الله مرتاحين، ما عندكم مشكلة؟ عندك كارت لقاح؟ جايب الكارت اللقاح؟ أي ممتاز. يلا نتمنى لك الموفقية يا ابني. نعم شكرا.
وعندنا امتحان دراسات عليا لا ما في داعي، هاي هي دكتور مريد نربطكم أكثر. شكرا لزينة. وعندك يكون الساعات الذكية للطلاب ممكن تعطينا فكرة؟ بخصوص الهواتف والساعات الذكية زائدا كبات الفحاصات يفترض تكون باب العمل المحل تشتغل الدور. نعم. تحت الأمن والمتابعة بمتابعة المعامل الإداري يجينا بالبحث لا موبايل ولا ساعة بالإضافة إلى الكارت موجود بيدك. يعني هسه أكو في المكان قريب نقدر نعرضه حتى يطلعون عليه أعضاء الفريق الإداري. القاب عن تحت يبعد عنا فوق رئيس شمال. تمام تمام. بس هي هاي الآلية حتى تحكم يعني الآلية. نعم. عندنا برضه بعض الأسئلة تحبون تسألوها. نعم. أي ناخذ أحد من الطلاب يستفسر من عنده. يا سيدة جماعة. السلام عليكم بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بنتي يا مرحلة انتي. مرحلة. شنو المادة الدراسية اللي عندكم هسه حاليا؟ الدراسية هسه أحوال شخصية. نعم. شنو الإجراءات الموبايلات مالتكم التدقيق الساعات الذكية وين تدخلوها قبل ما تدخلون للقاعة؟ خارج اللي يستلموها من عندكم؟ ها تمام. زين كارت اللقاح دي تشيكون كارت اللقاح؟ نعم نعم. شلون هنمط الأسئلة؟ إن شاء الله مرتاحين؟ هي ما أعطانا موقف يعني حتى ما نطول أكثر على الجماعة ونعطي فرصة لباقي الجامعات. دكتور ماجد موجود؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم في كليتنا. دكتورة اليوم عندنا امتحان حضوري ل 352 طالب. نعم. موزعين على 10 قاعات. واحدة من القاعات اللي احتفلنا فيها. دكتور بس دكتور أنور يحب بس إذا تستعرض لنا يعني مكان استلام الموبايلات ممكن تشوف لنا إذا قريب عليه. بعيدة والله على القاعة. عندنا ثلاثة يعني يستلمون من الطلاب خاصة يعني اليوم لأن يعني اليوم عندنا أكبر عدد من الطلاب يمتحنون. نعم. دراسة أولية ودراسات عليا اليوم. نعم دراسات عليا عندنا 11 طالب اليوم يمتحن ولكن دراسات أولية عندنا 352 طالب. نعم 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 نعم. ومثل ما قلت لكم موزعين على القاعات بس هذه أحد القاعات فيها 96 طالب موجود حاليا. نعم. وهذه القاعة فيها تمرين فيها كهرباء. إجراءاتكم بالنسبة لكارتات اللقاح وأيضا فحوصات البي سي آر شنو الإجراء اللي اتبعتوه أثناء دخول الطلبة للقاعات؟ دكتورة قبل ما يدخل لازم يشوفنا كارت اللقاح موجود الكارتات مع اللقاح مع الطلاب. نعم. وتقريبا يعني هسه حسب ما شفت أنا تقريبا بحدود 80% من الطلاب و 90% من المبتسمين أخذوا اللقاح سواء كان الجرعة الأولى أو الجرعتين. بارك الله بكم دكتور شكرا جزيلا. شكرا دكتور أنور اعتذر إذا أخذنا وقت كثير يعني وأزعجنا باقي الجامعات. مرحبا من حضراتكم نتقبلها بكل رحابة صدر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور عزيزة. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا. شكرا دكتور واجبنا. الله يحفظكم. شكرا لحضرتك مشاركتكم ومشاركتكم. شكرا جزيلا دكتور بارك الله بكم. تمنياتنا بالنجاح والموفقيه لكل الجامعات. شكرا جزيلا تحياتي. الله يحفظكم. شكرا.